السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأساتذة الأفاضل، أبنائنا الطلبة الأعزاء. ورشتنا لهذا اليوم هو سوء استخدام المضادات الحيوية وخطورتها، تقديم الأستاذ الدكتور حكيمة شاكر حسن من جامعة بغداد كلية تمريض فرع تمريض البالغين. مرارا وتكرارا وهو ملف المضادات الحيوية نظرا لأهميته في أواخر القرن التاسع عشر، لاحظوا العلماء في أبحاثهم أن مجموعة من البكتيريا مع بعضها، ووجدوا أن بعض هذه البكتيريا تفرز مواد سامة تقتل بكتيريا مجاورة لها، فبدأوا يستخلصون هذه المواد السامة وعملوا تعديلات وتركيزات بشكل معين بحيث تكون غير ضارة بجسم الإنسان، وأطلقوا عليها المضادات الحيوية الانتيبايوتيك. كان أول مضاد حيوي تم اكتشافه هو البنسلين، والذي اكتشفه العالم ألكسندر فينك سنة 1928، والذي كان أحد أعظم اكتشافات البشرية. وبعدها بدأ العلماء بإنتاج أنواع مختلفة من المضادات الحيوية، وبكون الإنسان يحب أن يخلي بصمته، واللي يمكن أن تكون بدون علم ودراية، نتج عن ذلك سوء استخدام المضادات الحيوية. بدأت تظهر سلالات من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، والتي كانت آخرها حالة هزت النظام الصحي الأمريكي، هي حالة السيدة الأمريكية التي كانت مقيمة بالهند، والتي رجعت إلى أمريكا ودخلت في أحد المستشفيات الولايات المتحدة. كل هذا عادي، لكن الشيء المعادي والذي أصاب الأطباء في حالة ذهول هو أن البكتيريا التي كانت عند هذه السيدة كانت مقاومة لكل أنواع المضادات الحيوية، والتي كان عددها في وقتها 26 مضاد حيوي، وأدى بعد ذلك للأسف وفاة هذه السيدة في شهر أيلول سنة 2006. وهذه الفكرة التي كانت تتحدث عنها منظمة الصحة العالمية في مؤتمرها الأخير عن مدى خطورة الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، والذي ينتج عن إنتاج سلالات جديدة ومختلفة من البكتيريا تقاوم المضادات الحيوية، وتصبح هذه الأدوية للأسف غير فعالة. خاطئة هي تعامل الأسرة مع المضاد الحيوي، كأن الأم تشتري المضاد حيوي من تلقاء نفسها من أي صيدلية، أو إنها ما تلتزم بالجرعة الكاملة من المضاد الحيوي، ومجرد شعور الطفل بالتحسن، لأن ممكن الشعور بالتحسن يجي بعد قتل ربع أو نصف البكتيريا، لأن المتبقي من هذه البكتيريا حتهاجم وتقاوم هذا النوع من الدواء وتصبح عنيفة جدا. في حالة البرد الفيروسي والذي لم يكن الطفل محتاجا إليه، الوقاية خير من العلاج. نحاول أن نبعد عن أماكن انتشار العدوى على قدر المستطاع. الأمهات تحاول تعطي لأطفالها أشياء تقوي المناعة، سواء كانت طبيعية مثل عسل طبيعي أو ليمون أو غيره. الأدوية بعد استشارة الطبيب. مصل الإنفلونزا نأخذها قبل الدخول إلى فصل الشتاء من عمر 6 أشهر إلى عمر 3 سنوات، يعطي نصف الحقنة. أما من عمر 3 سنوات فما فوق فيعطي جرعة كاملة من باب الوقاية حتى ولو كانت جزئياً.